السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الذي يأتيكم أسبوعيا لكل زمان ومكان. ما هو حالنا بعد رمضان؟ كيف نقارن بين رمضان وما بعد رمضان؟ ماذا تبقى من آثار الصلاة والقيام والصيام والتلاوة والدعاء والذكر والإحسان وصلة الأرحام بعد رمضان؟ كيف يمكن لنا أن نبقي حلاوة الإيمان التي ذقناها في رمضان مستمرة بعد رمضان؟ كيف يمكن لنا أن نبقي حلاوة مناجاة ربنا في الأسحار خلال ليالي رمضان مستمرة بعد رمضان؟ كيف نجتهد في العبادة بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان من الاجتهاد في العبادة والمحافظة عليها والمواظبة على الطاعة؟ موضوع هذه الحلقة من برنامج لكل زمان ومكان. ورحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الداعية الدكتور شكري المجولي، إمام المسجد المركزي في العاصمة البريطانية لندن. شيخ دكتور شكري المجولي، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة الجديدة من لكل زمان ومكان. شيخ شكري، في هذه الأيام التي الإنسان بعد أن ذاق حلاوة الإيمان في رمضان وذاق لذة العبادة، ذاق لذة الصيام، ذاق لذة التهجد لله سبحانه وتعالى، كيف يمكن له بعد رمضان أن يستمر على هذه الطاعة؟ هذا هو عنوان هذه الحلقة وسؤالنا العريض، ولكن دعني أبدأ بتلمس كيف يمكن للإنسان أن يتلمس، أن يستمر بتلك اللذة التي رآها وتذوقها في رمضان. كيف يمكن له نفسيا أن يجهز نفسه ليستمر عليها بعد رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، سؤالك هذا أجاب عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستعدون لاستقبال رمضان 6 أشهر قبل قدومه وقبل مجيئه، وكانوا كذلك يعني يسألون الله قبل ثم بعد ذلك يستعدون 6 أشهر بعد انتهاء رمضان، وهم يهيئون أنفسهم لرمضان القادم. فالمسلم الحمد لله هذه مطايا العبادة، ينزل من مركبة ومن مطية عبادة ثم بعد ذلك يركب مطية أخرى وعبادة أخرى. فنحن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يريدنا الخير، ويريد أن يدخلنا الجنة، ويريد أن يخفف عنا، ويريد أن يرفع هذه الذنوب التي نقترفها صباح مساء. إذن ها هو رمضان، قد خرج رمضان، ثم بعد ذلك سنستقبل موسم الحج، فأنت تخرج من عبادة لتدخل في عبادة أخرى، ليكون وقتك مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، كنا نحن في مناجاة، وكنا بل في لذة المناجاة، لذلك هي لذة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتذ ويجد لذة في العبادة وفي الطاعة، كما يتذوق أحدنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا 3 أشياء لما اخترت دنياكم. قال: الظمأ في الهواجر، أي الصيام، يصوم في اليوم الحار، وما أدراك ما يعني طقس الجزيرة العربية. قال: الصوم في الهواجر، ومكابدة الساعات في جوف الليل. الله، أي يقوم الليل يجد فيها اللذة، لذة. وهو يعني هذا سؤالي، يعني نعم، هذه اللذة كيف لنا ألا نفقدها بعد رمضان؟ طبعا المسلم الحمد لله رمضان هو محطة للتدرب على لذة العبادة وعلى مداومة العبادة وعلى استمرار هذا العبادة، أن لا تقطع ما بدأته مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يمل حتى نمل نحن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فالإنسان عليه أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى، ليس في رمضان فقط. المسلم شعاره: لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا. الربانية هذه صفة عظيمة يتصف بها عباد الله المؤمنون الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى ولزموا عبادة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال، يسأل الصحابية حارثة، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: يعني أصهرت
ليلي وأظمأت نهاري وكأنني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. عندما تمارس هذه العبادة وأن لا تكون مقطوعا أو أن لا تقطع صلتك بالله سبحانه وتعالى، وذكرنا من قبل كما قال أحد السلف الصالح، قال يعني المسافات تقطع إلى الله بالقلوب لا بالأقدام. ولذلك فضيلة الشيخ سأسألك الآن عن الدروس التي استفدناها من رمضان حتى نثبت هذه الدروس فيما بعد رمضان، ولكن دعني أخذ أمينة من الجزائر. تفضلي يا أمينة بسؤالك. ألو، سلام أمين. أهلا بك يا أمين، تفضل. شكرا أخي، حياك الله شيخ شكري. وحياك الله وبياك أخي. اسمح لي بسؤال بسيط لو تكرمت شيخ شكري. تفضل. أنت من تونس، أنت من تونس أو ليبيا؟ أنا من تونس. الشيخ شكري من تونس. سؤالي شيخنا هو يعني سؤالك مرتبط يعني بأن الشيخ شكري من تونس ولا من ليبيا؟ هل ذلك يؤثر في طبيعة السؤال الذي ستسأله؟ لا لا لا، شفت لهجته يعني تونس عندهم منظومة تربوية ممتازة. ما شاء الله. أذكياء من أذكى الشعوب العربية، هذا ليس المهم. الكل في خير إن شاء الله، كل الشعوب العربية فيها خير وكلها أيضا ذكية. شكرا يا أمين. الآن سؤالك أمين، تفضل. سؤالي هو شيخي، رمضان الماضي يعني ما شاء الله 2015 كان ممتاز، يعني إيمان، أظن إيمانا واحتسابا، لا غيبة ولا نميمة، يعني قيام ليل. فبعد رمضان حسيت نفسي أني أصبت بعيني، الكل يتكلم عني، يعني شيء غريب، الأهل ويصلي الفجر وإنسان شاطر. وهذا رمضان يعني أصبت قبل رمضان بواقعة صحية من في ظهري، ثم قالت لي أهلي زوجتي إنها العين. وسؤال، هل يعني هل صحيح ممكن تكون عين أم هذه شيطان فقط بيوسوس لي؟ هذا هو سؤالي يعني. شكرا جزيلا لك يا أمين على سؤالك المرتبط فعلا بموضوع هذه الحلقة، وهو سؤال مهم وسنجيب عنه بعد أن نتحدث عن ماذا استفدنا من رمضان لكي نذوق فعلا حلاوة تلك الفوائد. يجب أن نثبت ما هي هذه الفوائد، ما هي أعظم الفوائد التي يجنيها الإنسان معه من رمضان؟ أولا هذا التأثير الروحي الذي يعني غرسه رمضان في قلب المؤمنين. رمضان هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم الذي يقبل فيه المرء على الله سبحانه وتعالى، ويقبل على كل أنواع العبادات من قراءة القرآن ومن صلاة ومن ذكر ومن أعمال صالحة. فهنا أنت كأنك تبدأ الطريق، هذه الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. علماؤنا كتبوا كتبا وطريق السالكين إلى الله، أو السلوك إلى الله، أو كتاب مدارج السالكين لابن القيم، فيه يعني السلوك إلى الله ومنازل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. الهروي كتبه ثم ذلك لخصه الإمام ابن القيم فكتب مدارج السالكين. هو هذا المدرج الأول قال الإمام الشعبي رحمه الله، أو قبل ذلك قال الإمام علي رضي الله: الناس ثلاثة أصناف، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. يعني عالم رباني، قال الإمام الشعبي، أما هذه العتبة الأولى أن نبلغها، يعني عالم رباني نعم، وهو من هو في علمه وفي ورعه وفي فقهه وفي صلاحه وفي سبقه، ويقول عن نفسه هذه درجة أنا لا يمكنني أن أبلغ هذه المنزلة. فماذا عنا نحن؟ وهنا أذكر كذلك ما كتبه رحمه الله القاضي والعالم والأديب رحمه الله علي الطنطاوي، أبو بنان الطنطاوي، التي زوجة الشيخ عصام العطار التي اغتالها النظام السوري في الثمانينات. يقول: هناك صفات يحبها الله سبحانه وتعالى ويريد من عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفات. قال: قرأت القرآن، قرأت بأن الله يحب المحسنين، فوجدت نفسي بعيدا عن مرتبة الإحسان، وهو يقول هذا القول سبحان الله. ثم قال بعد ذلك: قرأت قول الله سبحانه وتعالى بأن الله يحب المتقين، فوجدت نفسي بعيدا عن مرتبة التقوى. ثم قال: قرأت كذلك قول الله يحب المجاهدين،
قال وأنا لست من المجاهدين، أنا من الكسالى، أصابني الفتور، أنا من التنابلة. قال فقلت سبحان الله هذه الصفات أنا لا أتصف بها. ثم قال قرأت قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتوابين، فقلت هذه الصفة أنا قادر عليها. ثم فهرعت أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إذن هي خطوة في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، أنت بدأت في رأى فلا تقطع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح عندما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لأن عبد الله كان يقوم الليل ثم بعد ذلك قطع قيام الليل، لم يستمر لم يواصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم الرجل لكنك تركت هذه الخصلة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المداومة على الأعمال الصالحة. دعنا نأخذ بعض الاتصالات فضيلة الشيخ. محمد من إسبانيا، تفضل أخي محمد. محمد تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد بسؤالك. أستاذ فاضل لدي سؤال جزاك الله خير. نحن في إسبانيا والدول الأوروبية وقع خلاف بين أستاذي فاضل، وقع خلاف يعني فيما بيننا هنا في إسبانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا، يعني الدول الأوروبية على إخراج زكاة الفطر. هناك طائفة تتعصب إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال بأنها تخرج أنها يعني روزا أو ما أشبه ذلك، ولكن نحن في 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 عرف الدول الأوروبية ربما أن الإنسان لديه مثلا لا يجد ما يسدد به مثلا الكراء أو غير ذلك، فعندما تعطيه مثلا الدقيقة أو تعطيه الروز أو تعطيه ما أشبه ذلك فهذا الأمر لا يكون مثلا لا يسدد له مثلاً ربما هل يعني يريد أن يبيعه لا يجد من يشتريه منه. إذا في هذا الأمر بأنه أستاذ الفاضل أريد توضيحا في هذا الأمر. تسمع إن شاء الله توضيح يا محمد وشكرا لك على سؤالك. عابد من ألمانيا تفضل يا عابد. المعارضة يعني ما من حاله يجي على مناطق النظام. يا عابد، عابد أنت على الهواء، ابدأ بسؤالك من البداية لو سمحت. عابد بعد فترة تفضل. عابد تفضل بسؤالك. يا أستاذ أنا رجل متزوج عندي طفلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي أنا رجل متزوج عندي طفلين، خرجت زوجتي من دون علمي، أثر خلاف شخصي بيني وبينها. نعم عابد، حاول اسمعنا من الهاتف فقط، اغلق صوت التلفزيون تماما حتى تتجنب الصدى. طيب حاضر اتفضل. يلا يا أستاذي أنا رجل متزوج عندي طفلين سوري الأصل. نعم. حدث خلاف بيني وبين زوجتي فراحت على أثر الخلاف إلى بيت أهلها. نعم. انقطع الاتصال من عندك يا أخ عابد، يعني ما زال في عنا وقت في هذه الحلقة، حاول مرة أخرى الاتصال مرة أخرى إن شاء الله، ونحن نتمنى إن شاء الله أن تستطيع لتتم إجابتك، لكن جزء بسيط ربما يعلق الشيخ إن شاء الله على الجزء البسيط الذي طرحته من مقدمة سؤالك. محمد من السويد تفضل. تفضل أستاذي أنا سامعك. وإحنا أيضا نسمعك الآن. تفضل يا محمد. أنا راح أعطيك رؤوس أقلام وأحاول أختصر لك. تفضل. فيا أستاذي أنا تفاجأت بعد فترة غياب عن البيت أنه عرضت على أحد المحاكم الشرعية في مناطق المعارضة وقد وقع عليها حكم الطلاق هجرا دون علمي ودون ما أعلم أنا ودون ما أنه هاي، رغم أنه أنا يا أستاذ حاولت بعثت لها أشخاص وحاولت هاي، ولكن أهلها يعني حاول يطنشم جميع ما بدر مني. طيب أنت عابد يا شباب، هذا اللي معنا عابد رجع مرة أخرى. يا أستاذ تمام إيه رغم أنه يا أستاذ حاولت أتواصل معها وبعثت لها أشخاص كثر إلى أهلها فأقاموا فأهلها تصرفهم أنه
عرضوها على محاكم شرعية في مناطق المعارضة. طيب. ووقعوا عليها حكم طلاق حجراً رغم أنه يأسس. طيب خليك بالله الشيخ، ربما أحياناً هذه الأسئلة جداً حساسة، وإحنا لا نريد يعني كثير من الشيوخ، واحد منهم شيخنا لا يحب الإفتاء بالطلاق هكذا على الهواء، لكن خليك على الهواء إذا كان في عند الشيخ استفسار عن هذه الحالة. الشيخ شكري إذا كان يعني استفسار حتى عن هذه تسمية الطلاق حجراً. لو نأخذ رقم الأخ أو هو يترك رقمه وأكلمه، لأن في تفاصيل وفي أمور دقيقة لا نريد أن نفتي بما لم نعلم، لابد أن نحيط بالمسألة من كل جوانبها. إذن يعني الأفضل خاصة في مسألة دقيقة جداً هذه. إذن سمعت أخي، وتحتاج إلى تفاصيل إلى جزئيات. ما زال معنا على الهواء؟ نعم. طيب إيه، اذا اترك لنا، اترك هاتفك ان شاء الله، انا سأكلمك بعد، والشيخ سيكلمك ان شاء الله، الشيخ سيكلمك شخصيا، لانه موضوع الطلاق الكل يعلم بانه موضوع حساس جدا جدا جدا، وكثير من الشيوخ لا يجيز اصلا الفتوى فيه على الهواء مباشره هكذا دون معرفه تفاصيل هذه الحاله. فاترك هاتفك ان شاء الله والشيخ سيعاود الاتصال بك. بندر من السعوديه، تفضل يا شيخ بندر. بندر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يعني في الأوائل الأخيرة يعني في دعاء، يعني كل يدعو على هواه، مثلا في من أسقط، من أنكر وجود نزول المسيح أو المهدي، في من حل قال الخمر مكروه من الأزهر، لماذا لا يكون هناك مثلا مؤتمر دولي للدعاء يعني لتفهيمهم وتوضيح النقاط الأساسية، عشان الشعوب لا يحصل عندها اختلاف في الفتاوى في الكلام. والله سؤالك مهم جدا يا بندر، حتى ربما نسأل الشيخ، هو ما تعريف الداعية وما الفرق بين الداعية والعالم، ومتى يجوز للداعية أن يفتي ومتى لا يجوز له أن يفتي؟ تسمع إجابة إن شاء الله يا بندر، وشكرا لك على هذا السؤال. فضيلة الشيخ، قبل أن أبدأ بالإجابة على التساؤلات، أريد فعلا مرة أخرى أن نحصر أعظم الفوائد، أعظم الدرر التي أخذناها من رمضان. أنت ذكرت في البداية الفائدة العظمى اللي هي تدريب النفس على الطاعات، تجهيز الإنسان بذلك الزاد الإيماني وحتى الجسدي أيضا. نعم صحيح. كذلك من الدروس المستفادة من شهر رمضان، من هذا المعلم السنوي اللي يأتينا فيعلمنا ويفيدنا ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الدرس الأخلاقي. وأمتنا في الحقيقة تشكو سوء الأخلاق في معاملاتنا، في تصرفاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في كل شيء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فرمضان هنا هو هذا المعلم الذي يعلمك كيف تحسن أخلاقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق، أن تتخلق، أن نتخلق بخلق القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن الكريم. فرمضان هذا الشهر الذي جاء يعلمك كيف تصبر على الأذى، وكيف تصبر على قول الزور، وكيف تصبر على الأذى، وكيف تصبر على مغالبة الشهوات، على أشياء كثيرة. رمضان هو درس أخلاقي. أنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان إذا سابه أحدهم أو شتمه فماذا قال؟ فلا يرد صاع صاعين، ولا الكيل مكاييل، وليس وإنما يقول اللهم من صائم. يعني هذا درس في الصبر، درس في الصبر على الأذى، وفي الصبر على الآخرين، مهما أوذيت فاصبر. إذن رمضان هنا يعلمنا الأخلاق، يعلمنا كذلك كيف نشعر بإخواننا الآخرين، بالمحتاجين، بالفقراء، باللاجئين، بهؤلاء الذين شردوا على غير إرادة منهم. هؤلاء يعلمنا كيف نتعاطف مع إخواننا، بل علينا أن نؤدي هذا الواجب تجاه إخواننا المشردين، تجاه إخواننا اللاجئين، تجاه الفقراء، تجاه المساكين. فرمضان هنا شهر للتكافل الاجتماعي، شهر أنك عندما أنت عندما كما يقول يعضك الجوع، فأنك تشعر بالآخر الذي ربما أنت تجوع لساعات وهو يجوع لأيام ولليالي بل لسنوات، لا يجد
يعني ما يطفئ به ضمأ الجوع. هي مدرسة التغيير بكل معنى الكلمة. بكل معنى الكلمة، تغيير في سلوكك، تغيير في تفكيرك، تغيير في عبادتك، تغيير في مشاعرك تجاه الآخرين، فهو مدرسة عظيمة رمضان لمن استوعب وأراد أن يستفيد من هذه المدرسة. هو القاعدة ربما قول المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولعل هذه مقدمة مناسبة لسؤال الأخ أمين من الجزائر الذي لاحظ تغيرا في حاله بين رمضان الماضي ورمضان هذا العام، فلم يكن كما يقول يعني مجتهدا جدا في العبادة، أصيب بوعكة قبل رمضان فظن بأنها عين كما قالت زوجته. كيف نفسر ونضع إصبعنا فعلا على الداء وثم الدواء، هل هو عين أم هل هو مشكلة في النفس؟ نعم كما يقول المولى إن الله لا يغير ما بكم حتى يغيروا. صحيح، أول العين حق، العين حق كما جاء في الحديث الصحيح، العين حق فعلا، لكننا دعنا نفصل هذه الأشياء. لقد وفقه الله سبحانه وتعالى في رمضان الماضي، ليس في رمضان هذا الأخير، على القيام وعلى الصيام وعلى العبادة، وكان نشيطا. وهذا يذكرني بعتبة الغلام. عتبة الغلام كان غلاما نشيطا، كان كثير العبادة لله سبحانه وتعالى، وكان يحضر درس أحد العلماء في مكة المكرمة، وكان إذا ما ذكر الله ورسوله أو إذا تليت عليه آية أو إذا تلي عليه حديث من حديث يبكي حتى يزعج المجلس. فقالوا لشيخه اطرده، يعني هذا يزعجنا أزعجنا. قال بئس الواعظ أنا إن طردت رجل يبكي خشية الله. بئس الرجل إن بئس العالم أنا أو الواعظ إن طردت رجلا يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذه منزل عالي، منزل عالي أن يبلغ الإنسان هذه المنزلة، أن يكون قلبك رقيقا، وأن إذا دموعك تغلبك دموعك. نعم يعني سبحان الله، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يتصف الإنسان بهذه الصفات. قلت وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن عبدته وكنت من المكثرين ومن المقبلين على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. وهذه السنة أنت شكوت بأنك شعرت بفتور ولست على حالك السالف. أقول لعل الأمر منك أنت السبب. لماذا؟ لأنك لعلك أرجعت ذلك إلى ذاتك وإلى نفسك. العبادة عندما أنت وفقك الله سبحانه وتعالى لم تشكر المنعم، ألا وهو الله الذي وفقك إلى أن يعني عبدته وإلى أن أقبلت عليه في هذا الشهر. لعلك أرجعت النفس قلت والله هذا اجتهاد مني وهذا بفضل تخطيطي وتدبيري وهكذا بعض الناس. فإن أنت لم ترجع النعمة إلى المنعم ولم ترجع المنحة إلى المانع ألا وهو الله سبحانه وتعالى، تتحول تلك النعمة إلى نقمة والمنحة إلى محنة. لذلك وما توفيقي إلا بالله. الله الذي وفقك إلى أن عبدته إلى أن صليت وإلى أن حفظت على الصلاة، هو بفضله وبكرمه وبمنه عليك. فإن أنت يعني كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه مصيبة يعني نسي أن الذي أعطى وبداره بالضبط. إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم وآتناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لقوم لا تفرح إن الله يريد بحلم فرحين وابتغي فيما آتاك الله، إلى أن قال ولا تنسى نصيبك من أحسن كما أحسن الله إليك. لم يرجع النعمة يقول اللهم لك الحمد أن يسرت لي العبادة، إنما قال إنما أوتيته على علم عندي، فتحولت المنحة بذكاء يعني بفهل يعني بفهلوتي وبذكائي وبتخطيطي وباستراتيجيتي وبعلمي وبدراستي بالضبط. هذا يقوله كثير من الناس، إنما كما قل كما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هو الذي وفقك وأخذ بناصيتك إلى طريق الخير، ولولاه لما وفقت. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد وعسى. هذا توفيق من الله سبحانه. لذلك أقول لعلك أنت حدثتك نفسك بشيء من هذا القبيل، فلذلك الله سبحانه أراد أن يعلمك بهذا المسألة الله. هذا ممكن، هذا جانب وهو الأساس يعني وهو الأساس طبعا. وجهت خطابك فيه ابتداء. نعم هذا الأساس، لأن أنفسنا تحدثنا بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أحيانا نفسك توعز إليك وتقول لك لا هذا بفضلك أنت وبتفكيرك شطارتك. لا، هذا من تلبيس إبليس. إبليس يريد أن يفسد عليك العبادة وأن يدخلك في هذا المدخل والعياذ بالله. فمن زين له سوء عمله فرأه
حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن راجع نفسك أنت أخي، راجع نفسك، ولعل الخطأ منك أنت من ارتكبت الخطأ. وقد يكون الأمر آخر، لا أظن أنها العين، يعني إنسان إذا ما استعان بالله سبحانه وتعالى لن يصيبه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وهل العين تصرف الإنسان عن العبادة عن الذكر؟ هل العين تمنع الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يقوم؟ لا أظن ذلك، أنا أستبعد، لأن هذه العبادة الله سبحانه وتعالى يسر لك العبادة عندما أمرك بالعبادة وطلب منك أن تعبده، فلا يمكن أن يصرفك صارف عنها. يعني أنا أقول قد يكون من نفسك، وقد يكون يعني إنسان حسن يشعر بالكسل ويشعر بالفتور. والإنسان بين صعود ونزول، الإيمان يزيد ويضعف، هكذا عرف أهل السنة الإيمان. الأخ عبد الحي من الجزائر، تفضل عبد الحي. عبد الحي، أخي عبد الحي، تسلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس نطلع السؤال إن شاء الله. كاينين زوج نساء من أهلي على كل حال. اسمعنا من الهاتف فقط، اغلق صوت التلفزيون. تفضل. ونخلص عليهم في رمضان، هذا ما يصوموش، نخلص عليهم. وابناهم فقراء على كل حال، هل الصداقة هذه نخلص عليهم ونعطيها لهم لولادتهم ولا نمدها لنسخين؟ النساء هم، قلت أنت نساء من أهلك يا عبد الحي. نعم، ما قراب لي من أهلي ما يصوموش، يعني يأكلوا في رمضان مرضى. نخلص عليهم على كل حال، بس صح هل نعطيهم لأهلهم يعني أولادهم فقراء، نعطي لهم لأولادهم ولا نصدقهم الناس خرين؟ فقط كفارة الصيام تقصد يعني، ولا الصدقة ولا الزكاة؟ سؤالك غير واضح. لا، هم ما يصومون، أنا نخلص عليهم في مبلغ متاع حق الصيام. كفارة الصيام، خلاص واضح سؤال. حق الصيام نخلص عليهم، مدوا للناس يعني مدوا الفقراء، بالصح أنا ولا أولادتهم هم فقراء على كل حال. خلاص واضح، واضح سؤالك إن شاء الله، تسمع الإجابة. شكرا لك عبد الحي. عبد الله من فلسطين، من القدس، تفضل يا عبد الله. حياكم الله وزادكم فضلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أنت وشيخنا الفاضل، حياكم الله وأسعد مساءكم. أهلا بك، هذا اتصال عزيز يعني من أرض غالية عزيزة مباركة، كل عام وأنتم بخير ولو متأخرة، وأهل القدس وفلسطين كلها بخير. الله يرضى عنك وأنتم بخير وإلى الله أقرب إن شاء الله. الله يرضى عنك. والله مشتاقون لكل مسلم عربي، نحن والأقصى إن شاء الله. إن شاء الله لن يطول ذلك اليوم حتى نكحل عيوننا برؤية الأقصى محررا إن شاء الله، وتقبل جباهنا أرضه ساجدة لله سبحانه وتعالى. تفضل يا عبد الله، سؤال أم مداخلة؟ والله سؤال. فضل. شيخ الكريم، سؤال شيخنا الكريم. السؤال يعني يخص المسجد الأقصى، السؤال الأول، والسؤال الثاني بشكل سريع يخص رمضان. تفضل. الآن السؤال الأول، أنه نعلم الحديث النبوي الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى نهاية الحديث. أخي الكريم، هل هذا الحديث من رأى منكر، ونعلم المنكرات أنها شيء مش هالإشي العظيم كالكبائر وهيك، أخي الكريم، من رأى من المسلمين عرض المسلمين ينتهك، مقدسات المسلمين كالمسجد الأقصى تغتصب، ولا وغض طرفه، مش بس غض طرفه يعني لا يعنيه ذلك، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يختلف اختلاف كامل عن رمضان. الآن سيدي الكريم، في بعض الأحكام خصوصي عند علماء المسلمين في شغلة الإفطار. الآن في البعض بيقول أن الاستمناء في رمضان لا يفطر، الاستمناء في رمضان لا يفطر، وبقول لك حتى الألباني يقول أن الاستمناء في رمضان سواء كان مع الزوجة أو من شاب زي ما تحكي غير متزوج استمنى بيده العادة السرية المحرمة أن ذلك لا يفطر. شو هذا الحكم؟ كيف نقدر نحكي فيه أستاذي؟ وجزاك الله خير الجزاء وجزاء عالمنا الفاضل اللي بجانبك إن شاء الله. شكرا لك على هذا السؤال، وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. شكرا لك عبد الله. فضيلة الشيخ، على كل سنبدأ بعد هذا الفاصل، لابد من فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة برنامجنا. ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان. أرحب مجددا بضيف هذه الحلقة الشيخ دكتور شكري المجولي. شيخ شكري، محمد من إسبانيا سأل عن إخراج زكاة الفطر. الآن أكيد هذه مشكلة ربما تتكرر وتكررت في كل عام، إخراجها نقدا أم إخراجها عينا من عيون المواد أو الزروع الموجودة. هو يقول حصلت مشكلة يعني، وربما بعض المساجد تتشدد أنه يجب أن تأخذ مواد عينية، ولكن في أحيان أنا أسمع بأنه بعض الفقراء يأخذوها ويبيعونها بأثمان تصل إلى نصف ثمنها الحقيقي. يا أخي أقول هذا، وفيه فتوى وأفتى بها علماؤنا قديما وحديثا، أنه ينظر للأنفع، المصلحة، أين مصلحة هذا الفقير؟ أين مصلحته؟ هل مصلحته في إخراجها عينا أم في مصلحة إخراجها في إخراجها نقودا؟ الآن الأنفع هو أن هو إخراجها نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم، لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام واللباس والشراب، لا، فيه المرض، فيه الدواء، فيه المدرسة، فيه أشياء كثيرة، لذلك هو الأنفع. قديما في 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 حال ما اذا كان فقير يعني يسد يعني الطعام هو الذي يسد حاجته. نعم، اما الان هو الانفع الحقيقه. قد وكذلك قديما جماعة اغلب مبايعاتهم بالمقايضه، تعطيني بضاعه اعطيك بضاعه، اعطيك تمر تعطيني رز، يعني كانت تلك المواد هي بحد ذاتها هي بحد ذات قيمه، هي بحد ذات. نعم، الان لذلك اخي الانفع. ثم انت كيف تنقل الان اذا كنا نحن الان الهيئات الاغاثيه والجمعيات الخيريه التي تعين إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان وفي الصومال وفي كل مكان، ما ليس من عقولي هو أن يأخذ يعني قنطارا من الرز أو قنطارا من القمح أو قنطارا من الشعير. لا لا، الأنفع لها الآن. لا، البعض يفتيها، أنا سألت أحد الشيوخ هكذا الذين يتشددون في المساء، لا يتشدد، قال لي تعطيها لشخص في ذلك البلد، هو يشتري التمر والزبيب من ذلك المكان. يا أخي قلنا لك الحاجة الآن، حاجات الناس كثيرة، قلنا لا، يريد اللباس والشراب والمدر والعلاج والملابس والمدرسة والكتب، يعني أشياء كثيرة، الحاجات لم تكن لم تقتصر فقط على الطعام والشراب. يا أخي الآن حاجة الناس اتسعت، فلذلك الأنفع والمصلحة، وحيث الإسلام يريد المصلحة ويريد الرحمة بالناس، هذا فيه سعة للناس. نعم، يريد بكم اليسر، الله سبحانه وتعالى يقيل هو الأنفع، النقود أنفع للفقير في زماننا هذا، ولذلك هي الأحسن والأولى في زماننا هذا. بندر من السعودية يسأل عن وهذا عفوا، هذا أفتى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وسفيان ومجموعة من كبار علماء وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتوا بإخراجها نقود. يعني طبعا ليس رأيسنا، رئيس رأي اجتهاديا يعني جديدا يعني، لا، لإنما هذا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله علماء هذه الأمة من كبار العلماء. نعم، أفتوا بهذا. سعد من أوكرانيا، تفضل يا أخي، تفضل يا سعد. أخي سعد تفضل. سعد موجود معنا يا شباب؟ يعطيك العافية أستاذ جمال. الله يعافيك يا سعد، تفضل. تحية لك وللشيخ الفضيل. الله يبارك فيك. الله فيك. سؤالك الآتي، احنا كان عندنا إشكالية هون في أوكرانيا برمضان. تعرف أوروبا كانت استبقت العالم العربي بإعلان العيد، وبالتالي العالم العربي كان عندنا مسجدين هون يعني. مسجد التزم بأوروبا والمسجد الآخر قال لك لا أنا بدي مع السعودية والعالم العربي. نعم. سؤالي، أليس الأصل بالفتوى أنه حتى لو دولة واحدة، حتى لو مسلمي أستراليا أعلنوا أنه غدا العيد، أليس على الكل أن يتبعهم؟ هذا هو سؤالي فقط. جميل، تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. عبد الرحيم إسبانيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي وفي الشيخ الجليل. وفيك إن شاء الله. أخي لدي سؤالين، بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول يخص انقطع الاتصال يا عبد الرحيم من المصدر، حاول إعادة الاتصال، ما زال بعض متسع في هذه الحلقة لطرح سؤالك. إذا نعود فضيلة الشيخ لسؤال بندر من السعودية، هو سؤال مهم جدا. نعم، حقيقة. نعم، حتى أنا أتساءل أنه كيف نميز بين الداعية والعالم، ومتى يجوز للداعية أن يفتي ومتى لا يجوز له، وما هي المجالات
التي يجوز للداعية يتحدث فيها من الدين، وما هي المجالات التي لا يجوز فيها؟ لا يمكن أن يترك الباب هكذا لكل خطيب مفوه ويخدم الدعوة. نحن لا نأخذ عليه أنه لا يخدم الدعوة الإسلامية، ولكن لا يفتي في كل مجالات الدين. نحن في هذا الزمان مع الأسف الشديد اختلطت الأوراق واختلطت الأمور، وكما يقال اختلط الحابل بالنابل، فما عدنا نميز بين العالم والواعظ والخطيب والمتعلم والطالب، واشتبكت الأمور ببعضها، وكل من كتب أو خطب أو وعظ نصنفه من العلماء، وهذا خطأ جسيم. والحقيقة الأمة أوتيت من هذا الجانب. الإمام ابن القيم رحمه الله عندما كتب كتابه الموسوم بإعلام أو أعلام الموقعين، يعني إعلام أو أعلام، يعني ما معنى؟ انظر إلى هذا العنوان، عنوان مخيف، وذكر في مقدمة كتابه هذا بأن المفتي إنما يوقع بالنيابة عن الله سبحانه وتعالى. الله. أنت، أنا دائما أقول لبعض الإخوة، لو أنت أتيت بوثيقة، زورت وثيقة من الوثائق، لا شك بأنك ستحاكم. نعم، جريمة. جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون. فأنت عندما تجيب جوابا إنما أنت توقع عن الله سبحانه وتعالى، توقع عن الله سبحانه. لذلك ذكر في مقدمته بأن الرجل يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له، يسأل طرح، يقول له اذهب أخي أفقه مني. ثم الثاني قال حتى، يعني قال، فيسأل أكثر من 100 صحابي وكلهم يود لو أن أخاه كفاه، أي لا يجيب، لا يجيب، يخاف، لأن أجرأكم على الفتوى أقربكم إلى النار والعياذ بالله. يعني الإنسان هذا، أنت تفتي عن الله سبحانه وتعالى بسرعة. أنا أرى، أنا أظن، أنا أرى، وهذا أنا الإمام أظن، يا أخي، علماؤنا قديما كانوا يخافون، يخافون من الحلال والحرام، حين يقول أنا أكره، لا أحب، يخاف من كلمة حرام. نحن أول، أنت لم تنهي السؤال ويقول لا يجوز حرام. يا أخي أنت هذا يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في سورة، في سورة، في سورة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. تصور لو أنت لست من أهل العلم ولست متخصصا وليس لديك الأدوات ولا الآليات، ولو أجبت وأصبت فأنت مخطئ، ولو أصبت أنت آثم، لو أصاب، انظر سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إذا اجتهد الحاكم أو العالم يعني وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. تصور العالم اللي يمتلك الأدوات والعلم وإن أصافه مأجور. طب هذا الذي ليس لديه الأدوات ولو أصافه آثم، لماذا؟ لأنه اقتحم ميدان ليس له، واجتهد دون علم، دون علم. نقول لا تقولوا لما يعني اجتهاده الصحيح ربما كان صدفة، صدفة طبعا، طبعا صدفة. يعني ذلك الله سبحانه يقول لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون. هنا اختلط في زماننا هذا، وإن بعض الناس تحولوا من الموعظة إلى الإفتاء، وهذه مسألة خطيرة لا يعرف لا الناسخ ولا المنسوخ ولا المحكم ولا المتشابه ولا المقيد ولا العام ولا، يعرف ولا الخاص ولا أسباب النزول الأساسة. ولا يعرف شيئا من هذه من هذه هذه ما هي هذه الأدوات، أدوات الجراح يعني. نعم، يعني هذه المبع مثل هذا المشرط يأخذه، هذه الأدوات التي يقوم عليها هذا الدين. فإذا ما فتحنا الباب هكذا وتكلم كل من هب ودب في دين الله، فيصبح قديما كانوا يقولون الشعراء يتحدثون عن بحر، عن بحر بحر الرجز، يقول هذا حمار الشعر، يسمون قصير يركبه كل واحد لينظم يد، فيسمونه حمار الشعر. فأصبح صور أو حائط الدين قصير، أصبح قصير يركبه كل واحد. ولكن هذه تحتاج تفصيل، ولكن اسمح لي أن أخذ بعض الاتصالات. محمد من السويد، تفضل يا أخ محمد. محمد تفضل بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل يا محمد. تسلم. السؤال الأولاني أخي، عندي أخت أرملة وعندها بنت، هي كبيرة 60 سنة، 63 سنة، 64 سنة، والبنت بحدود 45 تقريبا بهالفرق. أنا المعيد، المعيد لألون، وكل شهر انت رايكي
بياخذوا خصم اجر باب بالبلد وبياخذوا الاجار كليته على حدود 400 دولار مصروف ومصروف الباب كله توصل لهم. لكن عندها بنت مع مرض مزمنة على طول على طول, يعني كل وقت بيبعثوا بدهم مصاري فلوس, كل فلوس بيبعثوا بحدود بعد ساعات 500 دولار, بعد ساعات 1000 دولار, بعدين ساعات 2000 دولار, بعدين ساعات 2500 دولار. البنت مع امراض ما حدا عم بيقدر يكشف الامراض على طول المستشفيات عم بتروح. بالنسبه هون نحن المشكلة إذا بنبعث فلوس على طول بكمية كبيرة ما عم يتموا المصاري عم يصرفوهم. بالنسبة لزكاة المال نحن عم نبعث أكثر من المبلغ اللي عم نبعث شيء الأجار البال شو اسمه المبلغ حق الأكل والشرب الأجار 400 دولار هذول نسينينهم, بس المصاري اللي عم نبعثهم إياه مشان بس حق دواء وحكمة أكثر من المبلغ اللي معنا نحن إذا نحسبه إنه زكاة المال حوالي 4 أضعاف. نحن ما فينا نبعث المصاري كليته اذا طلعنا زكاه المال كليته السنوي على سؤالك يا محمد ما هو بالتحديد سؤالي زكاه المال صارنا نحن كنا نبعثه برمضان لرمضان الثاني مشكله ما فينا نبعثه لانه عم يروحوا ياخذوه كليته بعد مده بيقولوا له روح الفلوس راحت. اما بالنسبه نحن شو قلنا ان هذا زكاه المال نحن بنحسب قديش بيطلع زكاه المال عليهم وكل ما يحتاجوا فلوس مشان الحكمه بنبعث لهم. ومن هلا الله يصير قبل ما يوصل السنه اجى المصاري الفلوس قصا فيه فضل منه بنعطيهم الباقي كليته. سؤالك واضح جدا يا محمد واضح جدا. تسمع الاجابه ان شاء الله من فضيله الشيخ احمد من موريتانيا. تفضل يا احمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى من يحب الإخوان المسلمين. يا أخي الدعوة في الحقيقة فيها سلبيات وإيجابيات. إيجابيات أنها تجمع الناس وتأخذ الناس عن المعاصي وعن أشياء كما هو في موريتانيا. لكن فيها سلبية على أنها تنقطع عن الشيء قالوا الإنتاج وعلى الحرص على حضانة البيت. تترك البعض منهم يترك أهله على الآخرين وهذا الحقيقة مسألة صعبة. إلا أن في الحقيقة شاهدنا في موريتانيا حزب الإسلامي يطعم الناس ويسقيهم ويعلمهم ويدعوهم, والحقيقة هذه هي الطريقة اللي الله فعلها إنسان يسمى داعية. أما إذا انقطع عن هذه المسائل الرعاة فهو إنسان ناقص. هذا الحقيقة. شكرا لك على هذه المداخلة أحمد من موريتانيا. أشكرك. عبد الرحيم من إسبانيا. تفضل يا عبد الرحيم. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر على أقطع الصوت مرة الأولى. أخي لدي سؤالين. تفضل. السؤال الأول يخص عن الحديث الشريف يقول في محمد صلى الله عليه وسلم كل نفس منفوسة إلا وكتب لها مقعد من الجنة ومقعد من النار. هذا يخص في شقاوة وسعادة الإنسان في الحياة. يعني السؤال الأخير يعني ما هو جدول العمل في الدنيا؟ بارك الله فيك. أريد من الشيخ أن يقدم شرح مبسط للحديث بارك الله فيك. نعم. إذا كان هناك الشيخ يعني كان الشخص كتب له أنه سيكون شقي في هذه الحياة فما الجدوى من العمل بارك الله فيك؟ أما السؤال الثاني يخص زكاة الفطر أنه قال قبل قليل أن هناك بعض العلماء الكبار أو بالأحرى قال حتى علي بن أبي طالب أفتى أن للزكاة تجزأ قيمة يمكن أن تخرج قيمة نقدا يعني هل فعلا هذه فتوى لعلي بن أبي طالب؟ لأن صراحة نحن هنا في إسبانيا لم نسمع أغلب أو جل فقهاء يقول أن لا تجزأ قيمة, أن الوحيد الذي جزأها قيمة هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب تسمع فصل في ذلك الشيخ ولكن لا بأس نعيد التذكير. أم رباب أو عفوا قبل أم رباب محمد من هولندا. افتضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. الله يبارك فيك وأنت طيب إن شاء الله. تفضل. في سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هل يجوز للحاكم أو ولي الأمر تحديد خطبة صلاة الجمعة يعني تحديد موضوعها في وقت الفتنة أو في وقت الأزمات يعني زي ما بيحصل الوقت في مصر بسبب الإرهاب؟ نعم. أو في العربية السعودية بسبب حرب اليمن. وشكرا. شكرا جزيلا لك على هذا السؤال. شكرا. أم رباب معنا يا شباب؟ طيب يبدو أنه فقدنا.
طيب على كل حال فضيلة الشيخ، ما زلنا في تفصيل سؤال بندر من السعودية عن الدعاء، لأنه سؤال مهم جدا. مهم جدا. نعم نعم. الآن الكثير من الناس يسأل، وسائل المعلومات الآن ووسائل الحصول على المعلومات أصبحت سهلة ومتاحة. في هاتفك الآن أكتب فتوى لأي سؤال فقهي فتجد شروحا وتفصيلات. نعم صحيح صحيح. تستطيع قراءتها في ثواني وفي دقائق. فهل معرفتك هذه يعني تدفعك للإجابة على ناس يسألون هذا السؤال وأنت عرفته وأنت يعني قرأته؟ لا لا لا, لا, لا وهل لا ذلك يجعلك داعي يعني؟ لا لا أبدا، هذا لا يجوز. هذا 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 من القول على الله بغير علم، هذا من القول. حتى وإن أنت نقلت هذه، من أدرى؟ هل أنت لا تمتلك الأدوات يا أخي؟ أنت لا لا لا, لا تستطيع، لا تفرق بين الناسخ والمنسوخ ولا بين أسباب النزول وبين هذه الفتوى. يعني في 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 فيه العلماء قد تنقل أنت، خاصة بعض الشيوخ الآن، شوف بعض الشيوخ وبعض الدعاة وبعض هم ليسوا أهلا للفتوى، قد ينقل لديه بعض العلم، قد ينقل، لكن هو لا يفتي من عندياته. يعني مسألة صعبة جدا يا أخي، المسألة يعني أنت ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصحابي الجليل والفقيه الجهبذ رضي الله عنه، يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في دين الله أو في كتاب الله برأيي. وهو من أهل الرأي، من أهل الاجتهاد يعني هو، ولكن هذا لأنه يريد أن يؤسس وأن يقنن لهذه الأمة بأن ولوج الحق الديني أو وجوء الفتوى هذا أمر كما يقال دونه خرق القتال. ماذا تقول؟ يعني هناك أسئلة، حتى أسئلة صعبة جدا عن مسائل آخر الزمان. نعم. هو قرأ في أحاديث آخر الزمان، وبعض الدعاء ينكر أن نزول المسيح، وبعضهم لا ينكر. لا، هؤلاء الذين وجود المهدي أو هؤلاء وجود المهدي من أصله. هؤلاء الذين ينكرون، أنا أعرف من يقصد ولا أريد أن نذكر بعض الأسماء، فيه بعض الأزاهرة وفيه بعض الناس الدعاة الآن يأتيك ويخطب على المنبر ويتحدث وينكر عودة عيسى عليه السلام، وينكر كل أشياء الأحاديث، بل يطعن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ويأتي بأشياء ويقول هذه تخالف العقل وتخالف المنطق. يعني هؤلاء نقول، بل رأينا أزاهرة بلباس الأزهري يقول أن هذا السيسي يوحى إليه بأن الله قد ابتعثه كما ابتعث موسى وهارون. ولكن الخمر مكروه، هذه أول مرة أسمعها أنا. لا، يقول ليس مكروه يا أخي، يقول الحمر ليست حراما. يا ليته وصل إلى الدرجة أسامة الأزهري، وأنا أعرفه. هناك من يقول نعم، اسمه مصطفى الراشد، هذا أزهري، أزهري يقول أن الخمر هذه ليست حراما. وأسامة الأزهري مستشار المنقلب السيسي على مثل الآن في خطبة العيد يقول له: أنت يعني أنت يوحى إليه في خطبة العيد يا أخي. يقول نعم، وصلنا إلى هذه الدرجة. ليس فقط أنه يحل ما حرم الله، بل أنزلوه منزلة الأنبياء ومنزلة الرسل، يوحى إليه، يعني أمر خطير يا أخي. إذن ما هو القول الفصل؟ واسمح لي أن أسمع الإجابة بعد أخذ نعم. آخر اتصالين في هذه الساعة. محمد تفضل من الجزائر بسؤالك. محمد فقدنا للأسف. عبد الله من السعودية تفضل. يا عبد الله من تونس تفضل. يا عبد الله. الو تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا كان بارك الله فيك، اذا كان الواحد يحب يصيم 6 ايام من شوال يتبع شهر رمضان، هل يجوز له ان يصوم مثلا اذا صادف صام يوم الجمعة منفرد؟ هل يجوز؟ تسمع الإجابة ان شاء الله يا عبد الله. وكل الذين اتصلوا في الساعة الثانية من هذه الحلقة التي ستأتيكم إن شاء الله في الإعادة، فتابعونا كل من اتصل في هذه الساعة 11 بتوقيت غرينتش اليوم إن شاء الله، 11 بتوقيت غرينتش سيعاد هذا البرنامج، والساعة 6 صباحا غدا إن شاء الله بتوقيت غرينتش. أستودعكم الله ونلتقي بكم على رأس الساعة.